يقول تعارف في المدارس أن المعلمين يسجلون الوقت حسب ما قبله، مثلا جاء المعلم الساعة 7 فيسجل بأنه جاء الساعة 6:30 مثلا، وهذا في معظم المدارس وحتى إدارة التعليم ووزارة المعارف، فهل ذلك مباح وهل يتسامح فيه؟ لا، لا يجوز هذا، تسجل الوقت اللي حضرت فيه، صدق، هذا هو الصدق، سجل الساعة التي حضرت فيها، لا تقدم ولا تؤخر. التوخير ما أنت مؤخر، لكن لا تقدم، لا تقدم، ما يجوز هذا، كذب. نعم.